مواجهة التطرف بين طلاب الجامعات المصرية. ده الموضوع اللي احنا قاعدين عليه النهاردة، لان انا برضو لازم افصل بين التطرف والارهاب. التطرف هو المشكلة الكبيرة، لان هو ده اللي بيفرز وبيفرخ للارهاب. والتطرف تظل مشكلة ايديولوجية، ولما نيجي نواجهها لازم تواجه مش تحارب. لا يمكن يدحض المنطق إلا منطق أقوى منه، ولا يمكن الحجة يقنعها إلا حجة أكثر قناعة. وبالتالي فنحن حينما نتكلم عن التطرف موضوع يختلف عن الإرهاب. إحنا بنتكلم عن أيديولوجية وفكر، لازم نواجهه بفكر وأيديولوجية، ودي المسألة اللي إحنا قاعدين عليها النهاردة. القراءة الثاقبة لفكرة دعاة التطرف. أنا للأسف الشديد محدش فينا أرى الفكر الآخر عشان يبدأ يواجهه. ما ينفعش نواجه فكر إلا ما نكون عارفين عنه بيجند الناس إزاي. خطوات التواصل وأسلوب التجنيد، كل الجماعات الإسلامية بصفة عامة لها أسلوب، خصوصا داعش لها خطوات تواصل وأسلوب تجنيد. أنا من الحاجات اللي أنا أحب إن أنا أنوه إليها، الملف ده قبل ما اجي احضر الاجتماع قريته، بيتكلم عن كيف تجند داعش ابنائها في مختلف بلاد العالم حتى في اوروبا. لما نعرف الارقام اللي متجنده في اوروبا نتخض. لما نعرف ان في فرنسا فرنسويين بس متجندين لداعش، شباب فرنسي متعلم متجندين في داعش 22,000، ده رقم خطير يقلق ويخض. لما تعرف ان اوروبا كلها، ده فرنسا ده احد البلاد، فيهم جزائريين متجنسين، فيهم مغربيين متجنسين، لكن في الاخر دي اولاد اتعلمت في مستوى ثقافي وفي بيئة مش سهلة انها تطرح بالشكل ده. فلابد اننا واحنا عايدين ندي اساتذتنا بتوع الاجتماع ان لازم عشان نقعد نواجه الظاهرة دي ارجوكوا نروح للمحتوى وما بين سطور وخطوط تواصل وأسلوب التجنيد الناتج ومناطق التأثير وحجم النجاح، الأهداف المباشرة ومراءها من أهداف. لازم نعيش شوية في فكر الآخر اللي احنا بنواجهه. إذن أنا الإيرنست أدفايز اللي بقولها عشان نبدأ نكون ورقة حقيقية للتشخيص، إننا نروح للأفكار دي وندرس كيفية التجنيد وأسلوب التعايش مع الناس، وده فكر غايب. يعني مثلا من الحاجات اللي انا قريتها واستوقفتني كتير قوي، مد الايادي لمبايعه البغدادي. كتاب مد الايادي لمبايعه البغدادي، وبعدين ازاي الحق الذي يراد بباطل يستشهد بالكتب وبالقران وبالسنه، ويستشهد باشياء كتيره جدا جدا. على غرار هذه الكتب لابد ان تكون معلومه ولدينا تلك الأدوات حتى نقرأ فكر الآخر. مش ممكن هنقدر نتعامل مع الآخر إلا إذا اطلعنا على فكره وشفنا مناطق الضعف فيها ومناطق القوة عشان نتلاشاها. نظرا لخطورة وأهمية القضية اللي احنا بنناقشها دلوقتي، وهي تعتبر فعلا من أخطر قضايا المجتمع حاليا ومستقبلا، يمكن ما بعد ثورة 25 يناير نحن اكتشفنا أننا فعلا كنا قد فشلنا في تربية وتنشئة وتعليم أولادنا بشكل جيد على مدى العشرات السنين الماضية، ولهذا كان هذا الناتج من التطرف الذي نعيش فيه، تطرف وعدم الشعور بالانتماء للبلد بسبب هذا الفشل اللي مشترك فيه الأسرة ومشترك فيه التربية والتعليم ومشترك فيه الجامعات أيضا ومشترك فيه الدولة كمنظومة بشكل عام. لأن عندما قلت مظاهر التنمية زاد حجم البطالة، وبالتالي لم يكن هناك مصداقية أمام الشباب المتخرج لكي نقنعهم بضرورة الانتماء لهذا البلد. احنا محتاجين ندرس وبشكل جيد جدا سبب الظاهرة، لأنه إذا إحنا بنعالج هذه الظاهرة على السطح
وبنقول ان احنا عالجنا ظاهرة التطرف لن تحل هذه المشكلة. المشكلة لها جوانب عديدة، قد يكون بعضها ايديولوجي، قد يكون بعضها نشأة، قد يكون بعضها تغذية من اماكن خارجية، قد يكون بعضها هدف سياسي لان يكون هناك قلاقل داخل بلدنا. الجزئية الثانية وهم اللي ممكن ينقادوا لهذه الظاهرة ولمسبب الظاهرة من اهل الشر، اللي هم قد يكونوا حسن النية ولكن باساليب ملتوية قد يدخلوا تحت عباءة هؤلاء الافراد. ثلاثة، ما هي الجهات اللي موجودة في مصر؟ وانا اظن ان كل وزارة موجودة في مصر وكل شخص موجود في مصر معني بهذه الظاهرة. ما ادى الى المشكلة في الاساس هو مشكلة سوء تعليم في مصر على مدى 30-40 سنة، ده أساس المشكلة. وأي حاجة هنعملها دون تغيير التعليم بقرارات ثورية فهو كلام زائلته، لأن حضرتك زي ما بقول لحضرتك أنت عملت حضرتك مباني ضخمة وهيلة، جاء واحد ضرب قنبلة بوظ الدنيا. ده الفكر المتطرف، تعليم سيء معاه في أماكن أخرى زوايا وفي القرى والأرياف تبص الفكر المتطرف الإرهابي بينمو عليه، مع فقر، مع مشكلة أكتر من كده اللي أنا بقول لحضرتك، مع مشكلة بطالة، لأن إحنا عندنا ما زلنا، ودي أنا بعتبر إن القنبلة الأساسية في التطرف هي البطالة. إيه اللي بيؤدي إلى التطرف في الجامعة؟ ما هو النهاردة ممكن في جامعة المنصورة عنده آلية أنا مش واخد باله منها، هو واجهها، فلما يجي يقول لي عليها أنا أفهمها. ولذلك النهاردة عايزين بس نتواضع فيما نتحدث فيه. المشكلة البطالة ومشكلة ده مشكلة دولة ولا هنقدر نعمل فيها أي حاجة. وبعدين إحنا أكتر دولة في العالم بحثت مشاكلها وكتبت فيها مجلدات، إنما النهاردة قد يكون الحل على حاجة بسيطة جدا مش محتاجة فلوس. الحاجة بقى اللي أنا عايز في الحقيقة أستفيد بيها من، طبعا ممكن الجامعات الخاصة اللي فيها 18,000 يبقى عندها وسائل لتفكيك التطرف أكثر نضجاً وفاعلية، أجي أنا أخدها أطبقها عندي. ليه؟ لأن هو قادر عنده حرية حركة. إحنا في حلقة مفقودة بيننا وبين الشباب، الشباب لسببنا أو لآخر لا يقدر أهمية الدولة ولا بالتالي أهمية قواتنا المسلحة. في فجوة، الولاد دول راحوا مننا، راحوا فين؟ لازم نرجعهم، دي قضيتنا الشاغلة في الفترة القادمة.